معناها انت فيلمت مصطفى المشهور؟ وانت عند اي كلب بتشتغل؟ عند غاد. يلا تشكور سنان، نحن مسكنا فيلنتا مصطفى وجبناه. انت رجال ذكي، الاسلحه يلي بدك تهربها صارت بايدينا هلا، وخلصنا على كل رجالك، ما راح تهرب من هون. انا راح اذبحها، اصح كنت اربو. والله يا سيدي ما بعرف ليش رجاله فضلوا الموت على انه نعتقله. اها، يعني رجاله ماتوا وعبدول زحف من بين ايديكم مثل الافعى وراح. فكرنا انه وقع بايدنا وكمشناه، بس طلعت هي خطته ليفوت لعنا، وفجاه هو ورجاله قدروا يقتلوا رجالنا. انت كم سنه لك عم تشتغل عندي عبدول؟ اول ما اشوف الشخص يلي هو رح يحبني وانا رح احبه كمان، فجاه بيوقع قلبي، وهو وقتها بياخذ مكاني بقلبي. في مهمه مستعجله. شو؟ عبدول بكوش جيهان ورقم البيت هو 11. شو رأيك؟ كتير حلو مو؟ كأنك صبيته من جديد. بيلبقلك مصطفى، تستاهل. اجتنا رسالة من مملكة الإنجليز بيشكروا فيها جهودك وتعبك بخصوص تحقيقاتك بكل الجرائم. انت خليت الدولة العليا تعتز وتفتخر، لهذا السبب انت استلمت باسم تشكيلات الضباط يلي عنا رسالة شكر من مملكة الإنجليز، ولهيك وبسبب نجاحاتك المميزة جلالة سلطاننا شاف انك بتستحق وسام العدالة. مصطفى، هي الطريقة إنجليزية؟ هنن بعتوك لإنجلترا لحتى تتعلم، بس صاير غريب كتير. ها هذا هو أخي فيلنتا مصطفى الأبضاي، الله بحييك يا سبع. عفوا مصطفى، أنا بترجاك لا تواخذني. على مخفر بيجيك تاج، بتخبر الضباط وبتجيبهم لهون بسرعة. يلا عمرك، يلا يلا. شو هلأ؟ خليك عم تراقبهم ونحن رح نفوت لجوا. يا علي انتبه.
استنى. كان المفروض يجوا الضباط هنن ورضا. لا تشغل بالك، هلا بيجوا. علي، ماني مطمن، حاسس انه في شيء. فين انت مصطفى؟ انت عن جد شكاك كثير. الشك بيطول العمر. فكرك كيف لساتنا عايشين لهلا؟ مصطفى، هذا هو القدر. وما حدا بيقدر يهرب من قدره. استنى. مصطفى ابو المسدس المشهور، وعلي ابو السكاكين، وقعتوا بالفخ مثل الدبان يلي بيجي على السكر. وهلا خليكن عاقلين وارموا اسلحتكن لنعرف نتفق. نحن ما نترك اسلحتنا لبعد ما نموت. نحن 12 رجال ضد 2. لا تقول اني ما حذرتك. ولك يا قليل الشرف، اذا رمينا اسلحتنا او ما رميناها على الحالتين بدك تقتلنا. علي، يا ترى انت لساتك بتتذكر محمود المجنون؟ ايه لساتني متذكره. معقول انسى يا اخي؟ يلا هلا. وينكم انتوا؟ لا شو عم تستنوا؟ يلا تعالوا خلصوا عليهم. لك شو ناقصين؟ يلا تعالوا. صار الوقت لتخرس. مصطفى، انت شوف لمين كان عم ينادي هذا الكلب. ما في حدا هون. أكيد بيجوا بعد شوي. مصطفى هروب!
مساء الخير حضرة القاضي. مساء النور. أهلين. صارت حادثة مأساوية وطلبوا مني جيبك بسرعة. ماشي يا ابني، استناني دقيقة لجهز حالي. بس ما قلت لي لوين رح نروح؟ على القصر. جلالة السلطان، اجا حضرة القاضي قياس الدين. تفضل حضرة القاضي، موضوعنا مهم. السلام عليكم ورحمة الله. أمرك جلالة السلطان. حضرة القاضي، صار اليوم حادث كتير مأساوي بالمينا. وبالحقيقة أنا مضطر خبرك إنه للأسف الضابط علي استشهد بالحادث. الله يرحمك يا علي. آمين. الله يرحمه ويغفر له. هاي المداهمة صارت اليوم بدون ما حدا يكون عنده علم. شو الموضوع؟ حسب التحقيقات الأولية عرفنا أنه يلي رتب لها العملية هو الضابط مصطفى وعمل كل هالشي ليغطي على أعماله. ما فهمت عليك سيدي الصدر الأعظم، أنت شو اللي بدك تقوله؟ مصطفى على شو بده يغطي؟ الضابط مصطفى أخذ رشوة ومتورط بجرائم مع العصابة، عم يدعوا أنه هو يلي قتل علي والمجرم يلي اسمه عبدول لحتى يغطي على مسؤوليته وجرمه بهاي الحادثة. لا أبدا، ما بصدق ضابط مصطفى ما بيعمل هيك شيء. جلالة السلطان، معقول تصدق هالافتراء؟ جلالتك بتعرف انه لتتحقق العدالة بهيك حادثة شرط اساسي نبلش بكل التحقيقات قبل ما نتهم حدا. معناتها انت يلي رح تحكم بهالقضية. الله ينور بصيرتك. أمرك جلالة السلطان. مصطفى مثل ابنه لقياس الدين، وهيك نحن منكون حملناه حمل كبير. عفوا جلالة السلطان، انت بتعرف جلالتك اللي علقت وسام العدالة للضابط مصطفى، واذا مصطفى كان عن جد متورط بهالجريمة فلازم تتحقق العدالة بسرعة، وإلا الحقيقة للأسف عدالة جلالتك رح تتعرض للمساءلة بكل مكان. والشغلة الثانية، اذا مصطفى كان واقع نتيجة مؤامرة فوقتها القاضي قياس الدين رح يطالعه منه. Thank you.
علي، أنا عرفت باللي صار يا ابني. نحن وقعنا بكمين، صادونا قليلين الوجدان. ابني، بكرة رح ندفن أخوك علي. بس لا أطلع من هالمكان رح حاسب كل يلي نصبونا هالكمين. ما عاد فيك تساوي شي ولا رح تطلع من هون. في كتير تهم بحقك يا مصطفى، انت رح تتحاكم. والتهم انه كنت تاخد رشوة وانه انت اللي قتلت علي. حضرتك شو عم تحكي؟ بتصدق يلي عم يقولوه؟ ما بسمح لحدا يحاكمني بهيك افتراء سخيف ابدا. بامر من جلالة السلطان انا اللي رح حاكمك يا ابني. جيب له كل شي بيحتاجه، داووا له جراحه وعطوه أواعي نظيفة. يا أخوان، كلياتنا اجتمعنا هون هلأ لحتى نودع فقيدنا الغالي يلي استشهد مبارح وهو عم يقوم بواجبه. اسمعوني يا أخوان، بدي اياكم تعرفوا منيح أنه البطل يلي استشهد مبارح حارب من شانكم وقدم حياته فدا للحق والعدالة. كان يوقف جنب المظلوم ويحارب الظالم بكل شجاعة. كان هدفه الخير وطموحه تحقيق العدالة بكل مكان. أنا متأكد أنه رح يكون فرحان لأنه علي بالآخر قدر أنه يوصل لمرتبة الشهادة. ندعي للرب يغفر له كل ذنوبه. هلأ لو سمحتوا سمعونا على روح المرحوم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أنا لهلأ مو قدران أفهم شلون مصطفى وعلي وقعوا بهذا الفخ الوسخ. رضا، ممكن تقلي مرة تانية شو اللي صار هنيك بالضبط؟ حضرة القاضي، أنا ما فهمت شو اللي صار. كنت رح لف من ورا مثل ما بعمل بالعادة، وقبل ما فوت انفجر المستودع. أنت خسرت أخوك وأنا خسرت ابني بهي الحادثة، بس بإذن رب العالمين الموضوع رح ينحل بسرعة. حضرة القاضي، ما فهمت ليش لساتكن معتقلين مصطفى. أنا بشهد، خلينا نطالع مصطفى. العدالة
في إلها إجراءات لتتحقق. بكرة رح نبلش المحكمة، والله ينور بصيرتنا لنقدر نلاقي حل. بعدين إذا طالعنا مصطفى هلأ، أنا بخاف كتير إنه بسبب حزنه على علي يحرق كل إسطنبول. أساساً أنا متأكد إنه شهادتك بتكفي لتنقذ مصطفى من هاي التهمة. انت خنت رفيقك. واحد قتل، ماني مصدق انه بيعملها. اكيد في انه بالقصة. مصطفى ما بيعمل هيك، اكيد في حدا مفتري عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، رح نبلش بمحاكمة الضابط مصطفى. التهمة الموجهة له أنه قبض رشوة من العصابة واتفق معهم ليعملوا كمين ويوقعوا الضابط علي ويقتلوه. قل لي يا متهم مصطفى، مثل ما سمعت هدول التهمتين اللي موجهين ضدك، يا ترى انت في عندك شي حابب تقوله بخصوص هالقضية قبل الشهود؟ ايه عندي حضرة القاضي. بعترض على اساس هالقضية وعلى كل التهم. مالي علاقة بهي الجريمة، في حدا نصب لي هذا الكمين وعم يفتروا علي وكل قصدهم انه يوقعوني. وإذا أنا كنت مجرم هلأ، فجريمتي هي إنه هالكمين يلي نصبوه ضدي وضد العدالة أنا وقعت فيه. أي كلام مظبوط. في حدا وقعه بهالفخ. مظبوط. وهلأ حسب الإفادات اللي عنا واللي أدلوا فيها الشهود بتحقيقاتنا الأولية، بيدعوا إنه الضابط مصطفى بيلعب قمار، ولهالسبب هو خسر مبالغ كبيرة، شان هيك اتفق مع عصابة وعطوه رشوة مقابل انه يتستر عليهم وعن كل جرائمهم. وهلأ يا ريت لو سمحتوا تدخلوا لنا كل الشهود اللي عطوا افادتهم للشرطة. كلنا منعرف انه دور الشاهد مهم بالمحكمة، انت اقسمت تقول الصدق. بتمنى تفهم انه عقوبة شهادة الزور كبيرة، مو بس بالدنيا وبالآخرة كمان. فهمت يا ابني؟ مصطفى زبون مداوم عنا، كان يجي كل يوم لحتى يلعب قمار. كان دائما يهددنا ويضربنا،
ويضل يجبرنا مشان نحن نعطيه مصاري. أنا أكثر من مرة شفته سكران، كان يخبي الرشوة اللي ياخدها جوا البيت، مصاري وذهب. المشهور فيلينتا مصطفى، فكر حالك ذكي، شوف لوين وصلت حالك. رح انبسط كتير وانا عم لف الحبل حوالين رقبتك، وما حدا رح ينقذك مني. سيدي، حسب أوامر حضرتكم رحنا فتشنا بيت الضابط مصطفى ولقينا المصاري والذهب يلي أخدهم كرشوة. لا هالكلام كذب، مصطفى ما بيعمل هيك. الله أعلم مين اللي حط له إياهم بالبيت. ومن وين إجوا على بيته يعني؟ أنا ما بصدق أبدا، هو بريء من هاي التهمة، أنا متأكد. افتح الباب. أخي رضا، كيفك؟ لازمك شي أخي؟ ما بدي شي غير اطلع رضا. لا تشغل بالك، رح اشهد لصالحك بالمحكمة وبكرة كله رح يعرفوا الحقيقة. تسلم أخي، بس اطلع من هالمكان رح أدفعه الثمن غالي للي نصب لنا هالفخ. انت معي يا رضا؟ انا معك على طول ورح طالعك من هون، لا تقلق ابدا، انا عم لحق الموضوع، وقليل الشرف يلي نصب لنا هالفخ ما رح يقدر يهرب ابدا، فلا تاكل هم. اسمع رضا، انتبه على حالك، ممكن يأذوك كمان. ولا يهمك، أنا منتبه. Thank you.
لارا؟ خدي عليك لأقعد جنبك بنتي حبيبتي. ليش الحزن واضح على وشك؟ شو؟ بركي بابا زوجني من هداك اللي اسمه أنور عن جد. بركي ما قدرت لاقي حبي الحقيقي أبدا. لا يا بنتي، هالوش ما لازم يزعل. صحيح لارا، ليلي لشو في حدا يا ترى؟ مصطفى، نحن سمعنا كلام الشهود اللي شهدوا ضدك، عندك حدا يشهد لصالحك؟ عندي حضرة القاضي. الضابط رضا شلبي. تفضل قدم حالك يا ابني. اسمي رضا، رضا شلبي، ضابط بالشرطة. أهلين يا ابني، ممكن تحكي لنا كيف صارت الحادثة؟ أنت خبرت علي ومصطفى على مكان عصابة المجرم عبدول هديك الليلة؟ لا حضرة القاضي، أنا خبرت الضابط علي أنه مصطفى عم ياخد رشوة. رضا شلبي، بتمنى تفكر منيح بالموضوع وتقلنا شو اللي صار. بالحقيقة سيدي عبدول كان دائما ينفذ لأنه في ضابط كان عم يحميه. مين بيكون هالضابط؟ مصطفى الشهير بفيلنتا مصطفى. ولك عديم الشرف، أنا بدي أقتلك يا كلب كذاب وعديم الشرف. رضا وين حتقدر تهرب مني؟ بس اطلع من هون نتواجه يا رضا. هدوء بالمحكمة، بدي أقتلك يا حقير. عود. رضا شلبي، انت ضابط عندك سمعة، الكلام اللي عم تقوله متأكد منه؟ أنا قلت كل يلي بعرفه سيدي. مصطفى كان ياخد الرشوة من عبدول لا يغض النظر عن جرائمه. أنا كنت شاكك بخطة مصطفى لما أخذنا على مكان عبدول. مصطفى قتل الضابط علي أول ما فتت على المستودع. ولك كذاب، هالكلام مو صحيح. مصطفى بريء من هالكلام. طلع فيني، لا تشيب اسم علي على لسانك الوسخ. مصطفى بريء. مصطفى أنت خاين، كذبت الحقيقة. أبدا مو صحيح، هو قتل الضابط علي. إيه مزبوط بعرف. رضا شلبي، لآخر مرة، أنت متأكد من كلامك؟ أنا بحلف لك حضرة القاضي، مصطفى قتل علي وبعدين فجر المستودع وقتل عبدول والعصابة. مصطفى هو الشيطان بنفسه. مصطفى، أنت شو رأيك بكل الاتهامات اللي توجهت لك؟ في شي حابب تقلنا إياه؟ أنا بريء من كل هاي التهم، وحضرتك أكتر شخص لازم تعرف هذا الشي. بس هالمؤامرة محبوكة مزبوط بيني، بس الله بيشهد أني ما بخاف من الموت، بس كتير مقهور لأني وقعت ضحية بهالفخ اللي نصبوا لي. وهلأ الكلام إلك حضرة القاضي، ساوي الشي اللي بتلاقيه مناسب. مصطفى، ما ضل أي شي بدك تحكي؟ ما ضل عندي أي حكي. Thank you.
نحن سمعنا كلام الشهود وشفنا كل الأدلة، وبإذن الله بكرة رح أصدر الحكم. جيب لي رضا على غرفتي. We'll be right back.